أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع للفترة المقبلة في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار رعدية أحيانا، محذرة من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة. وللمزيد أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد ياسر العلي، أخصائي أرصاد أول في إدارة الأرصاد الجوية. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، وبداية ما هي توقعاتكم حول حالة الطقس في الفترة المقبلة؟ يا هلا مرحبا. طبعا بداية كما أشرنا في تقارير سابقة بتواجد عدة منخفضات جوية في طبقات الجو العليا تحركت بشكل سريع على منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج العربي، وأدت هذه المنخفضات إلى حالة عدم استقرار الأجواء. كما شاهدنا خلال الأيام الماضية تساقط أمطار كانت متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا مع هبات رياح شديدة السرعة. على حسب آخر معطيات النماذج العددية فهي تؤكد استمرار الحالة المطرية لهذا اليوم وبكرة يوم الأحد، ومتوقع أنها تضعف تدريجيا يوم الاثنين. راح تستمر معنا التحذيرات الجوية بخصوص الأمطار الرعدية والهبات شديدة السرعة خلال هذه الفترة. وأيضا من المتوقع هبوب رياح شمالية غربية بدءا من يوم الاثنين ومعاودة الأجواء الشتوية معها إن شاء الله. نعم، نشهد ربما خلال اليوم وربما قد تكون الأيام القادمة حالة من عدم الاستقرار في الطقس. ما هي التحذيرات التي تودون توجيهها للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة والفترة القادمة؟ طبعا نبه طبعا مستمعين جميعا بوجود هذه الأمطار الرعدية والهبات شديدة السرعة. طبعا نوههم بأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأمطار، خاصة مرتادي الطرق أثناء تجمعات مياه الأمطار. نعم، السيد ياسر العلي، أخصائي أرصاد أول في إدارة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.